طيب اصبر بجرب التشارج عليهم. وين وين الدرع حقي؟ اضغط اكس. طيب بسم الله. كيف اضرب؟ الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم صالح وبلز. جبنا لكم لعبة بلاك اوبس 4 طور الزومبي لكل الناس اللي تحب الزومبي. انا اعشق الزومبي، معي هنا ريل فراس، او فراس يعشق الزومبي صح؟ هلا هلا. تحب الزومبي صح؟ حلوين. حنا يسمونه اصلا ما اعرف شيء فيه. لا ما عليك، لا تفضحنا. حنا يسمونه جلادين الزومبي. فالحين بنلعب ماب اسمه بلود اوف ذا ديد. الماب هذا موجود في اجزاء سابقه لكن نبغى نلعبه مره اخرى، وفي صح في الغاز كثير نحاول نخلصها في راسه. عفوا عليك، اخلصها في دقيقتين الزمن. والله هلا والله بالجلد. انا بادي بشتكن. ليتس جو. اي لانك انت مختار شتكن يا نوب. من اللي اختار شتكن؟ ها غلط جدك انت. لا لا عادي اصبر. هنا وش تسوي؟ احنا وين وش هذا؟ في ناس محبوسين هنا. تعال تعال تعال. اوه هلا والله. دقيقة، يمديك تحمين؟ لا والله ما يمديك. واخر شباك يا ورق. هاي موتون الزومبي بطلقتين. هنا المشكلة. الحين الشب ما راح يخليني اجمع فلوس. اربع طلقات معك صح؟ هاي ما اقدر اقفل. لا معي واجد، ما راح اجمع فلوس بسهولة. يذبح على طول. اشتبي اطلع فوق اطلع فوق يا نوب اطلع فوق. اسف الله العظيم. كم زمان على الزومبي يا عيال. هذا الزومبي مد يده. هو في شيء طلع هنا. هلا والله فلوس. شوف فلوسك. هلا والله. اغنى من كان. شوف. اح من در زعلان. يعني انت تفتح البيبان ها؟ لا 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 بصير طفران اجل. معليش معليش والله اللي اكثر شيء هو اللي يفتح بيبان. طيب شوف انا للامانه ما لعبت بلود اوف ذا ديد الاجزاء السابقه، فما ادري وش المفروض نسوي الحين. هل في بالك شيء يعني نسواه؟ شوف انا اتذكر اني لعبه بس ما كان شكله كذا. فعشان كذا انا مستغرب. اتوقع انه غير مو بنفسه. يعني يعتبر جديد علينا. للمعلوميه متعمدين احنا ان ما نشوف مقاطع للزومبي وما ادري ايش عشان يكون يا ابوي سلاح يقتل طلقتين عشان يكون متعه يعني للناس. انزل انزل انزل. اوه معليش معليش والله معليش. والله هي الحين الجيش تحت. هلا والله هلا والله. شوف إيه انت فوق كويس. هلا بالتجميع. شوف فلوسي شوف فلوسي شوف فلوسي شوف فلوسي. 2700 روح اقلع بيسه. اصبر اصبر انا اوريك. نفس فلوسك مع انك يعني مايك فرد استولى. ما في احد عندك؟ هي صادري 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 صادري. كم في الزاوية قفل. شو اي يا ورع والله لو تطلق على الزومبي حقي مرة ثانية. ما خدته. يلا توكل على الله. كذا هذا قاعد ضغط ستارت يا الزومبي المتخلف. اوه نستكيل بطلقة واحدة نسيت. والله متحمسين الزومبي هنا مرة مستعجلين ما عندهم وقت. اصلا شايفهم معهم دبابيس ورا ظهورهم ما ادري ايش السالفة. ايب مدرعين. والله الفيلد فيو يا اخي شيء جميل. شوف يرجع لك الشاشه ورا. دبل بوينتس تاخذ نهايه الراوند. ليش دبل بوينتس على السكيل؟ وش جراني جت تحتي نط يا اخي شيء. شوف الحين نتفرج بعض. والله لا اجي اخرب عليك. ايه ما في اي شيء تاخذه هنا. ايش كنت تحاول تسوي؟ خلصت ال الحرامي توني قفلت واحدة اصلا خشبة واحدة بس خدت عليها دبل بوينت. هاي وش تبي؟ راس تبي؟ ما ادري ابي ازرف سلقت احد ازرف. اوه صاروا سريعين ترى بعد شوي بنحتاج ناخذ اسلحة. والله متحمسين. ييب اسمع اسمع اللي يطيح اول واحد نوب. ها صدق 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 ما طحت انت. طيب ايش تبي؟ كابوم ما بناخذه لاني بطيح. كمبوم شو اسمه عيال؟ كابوم كمبوم كابوم ايش تسميه انت؟ صفقني كفين الله ياخذه. اسميه النووي يا ولد. النووي يا ولد المواب. ايش فيهم ذول زعلانين؟ اصبر اصبر بيموت مع شاتجن تدري؟ خلاص خلاص يبي لنا نفتح باب. يبي لنا سلاح. انت هيت راوند على زومبي واحد لانه كانت بتختفي فقلنا يعني واي نوت. هو في سلاح هنا بس ما ينفع. انت اكثر انت اكثر افتح. ولا انا اكثر انا اكثر. طبعا الباب الاول دائما يكون رخيص، الباب الثاني غالي. صدق قريب. اما اي والله هناك. اصبر اصبر. لا بس ما نقدر نوصل له. لا والله مو قريب يا النكبه. هو لازم اصلا ناخذ سلاح الحين لان الزومبي بدوا يجون. هنا شاتجن زي حقك. حلو والله. انت احمني. تعال تعال افتح الباب الثاني بسرعه. فراس هيلب. يلا العب علي بس اوكي. هلا صدق ليتس جو. لا لا كفر كفر مي كفر مي. ولا تدري انا بكفرك. يلا وش الفرد؟ شيل شيل الحين انا منحاش من فرد عشان تعطوني فرد. يا رب يا رب سلاح كويس. سنايبر هذا لازم ناكله. هذا الكلب مدري وش لازم ناكله. وينه وينه
اي والله وراك بس ما ينفع المكان النكبه. اصبر بغير سلاحي شوي. والله مكان شيء مره. لحظه هو ورائي هو اللي يرمي قنبله. ايش السالفه؟ ايش السبال ذا؟ ايش السلاح ذا؟ هلا والله. اي والله حتى انا لاحظت. مو اي انا اي اللي ياخذ الاشياء. وش ذول اللي سويته؟ اوه طلعت الالت حقك يا متخلف. تعال ذبحهم عند الكلب اللي هنا. طيب شوف الكلب كيف شكله. ها ما يموت ذا. والله انك متخلف. ذبحتهم في مكان ما له دخل هنا مو عند الكلب. يبي لي سلاح زي الناس يا رجال. اتوقع انه ياكل واحد واحد ما ياكلهم بسرعه. بسرعه خلصت. ايش فيني زحلقت انا كذا؟ ريغن ريغن يا حبيبي. والله اسمع هلا والله بالريغن جاومت. طيب يبي لنا بيركات. وين البيركات؟ اوه هذا سلاح رهيب. هذا سلاح رهيب. وش ذا؟ سلاح كذا رشاش يا متخلف. ممكن تخلي الكلب ممكن تخلي قاعد يبلع. شفها. طيب وخر وخر وخر. بعدين احنا ما ينفع نكون نفس المكان انا وانت تدري. ها قاعد يبلع. وش في شيء طلع؟ ماكس ماكس عشك عشك. ما يحتاج. خذها خذها. اور مان. طب انا بعد اوكي. اي احسن احسن كنت بقول لك. ياكل واحد واحد الكلب. صدق انه كلب مو كلب. بعدين ذيب ولا والله جاني كفين. تصدق عندي كم؟ عندي 200 اتش بي. بدر يضحك ولا وش ذا اللي جاني يركض؟ جاني واحد يركض. تدري امسك بس اصبر. يقول لك بريس في تو اجلده. والله سويت سيف بس ما ادري ايش اسوي. في وش اسوي طيب؟ ليتس جو. في يطلع. انسى 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 انسى. ها خبط الصندوق يا ورع. صندوقنا ما يموت بالسيف حقي. هذا ما يموت كل. اوكي والله ما يموت بالسيف حقي. والله دمجك مره. ليتس جو. طيب بيطلع شيء. بيطلع مفتاح. ايوه وش ذا مفتاح؟ هذا مفتاح نصنع فيه الصندوق. تعال ليه ضرب الصندوق؟ الله فراس فراس. الصندوق صار ب 2000 اظن. اصبر انا عليك. تصبر اما ليه ذا النوب. والله حشروني زايا. اصبر اصبر الحين وصلت. اصبر اصبر بفعل بفعل شيء بفعل شيء. زر 4 اصبر اظن يجيبني عندك. وين انا؟ لا والله وداك تشاوري في الجهه الثانيه. والله بس ما علي ما علي. ام كامن ام كامن. ما راح اخليك ما في شيء اخسر حرفيا. خلاص زحمه مره عليك. ما اقاد ذس مان. متحمس اقاد ذس مان. ان شاء الله يعني. موت يا شباب بسرعه عشان ما ننكب. في شيء طلع هنا. اصبر. هلا والله كابوم. يلا جايك جايك. ها الو كابوم. ايش في مريت من فوقها؟ كم هلثك؟ لا لا يمديني يمديني عليك بالراحه يا رجال. قم قم يا نوب. قم قم يا المنوب. ليتس جو بسرعه بسرعه. اتش بي واحد. اي جاد شي مان. يبين يبين. تدري الصندوق صار ب 2000 عشان المتخلف هذاك عطى كف. شوف شوف تعال شوف بكم. والله ما فتحته ب 2000 يا كنت ما ادري عشان. هذه وش هي؟ ما ادري عشان هو ضربه هذاك او انه كذا اصلا سعره. اوه في هنا التصنيع. هذا متجع. اصبر في باب. زبده رحت افتح بيبان انا. رحت افتح بيبان. هلا والله قاعد استكشف يا ولد. والله سريعين. يبي لنا الباور. تعال كيف نفتح الباور؟ اوه هذا ما بعد فكرنا في الموضوع هذا. لسه احنا في موضوع كيف نعيش. ما عليك ما عليك. تكلم عن نفسك يا ابوي. انت قاعد تموت في مكان صندوق هنا. ما مت الا مره واحده. الزبده انا شكلي بموت. ولد لا موت بسرعه. هلا والله هلا والله بالتسحيب. لا تمد يدك. اي عصب عليه. عصبت عليهم. شوف الفلوس حقتي كيف تزيد اصلا. اوكي السلاح شكله ابو الباور هنا. شغلت الباور. خذ سيفين. سوي السيفين. الالت حقك اظن. اصبر شغلت الباور. هلا والله شغلت الباور. تعال خذ لك بيركات او شيء. اخذت البيرك اللي اسمه داينج ويش. الداينج ويش مره مفيد. وش فايده الداينج ويش يا عيال؟ اني اعطيك سلاح خلق. انا معي ريغن. توني استوعب ناسي. والله نسيت. خليني اقول ما اسمع صوته. الداينج ويش يسوي انه اذا ضربوك الزومبي باقي لك واحد اتش بي يعطيك 9 ثواني من الحياه. خذ خذ هنا فراس فراس. شوف ذا. الو هنا هنا. ليتس جو. يعطيك 9 ثواني ان الزومبي لو يضربونك من اليوم لين بكره ما راح يذبحونك. فهذا شيء مفيد مره. 9 ثواني بس. ليتس جو. زبد سلاحي خلص انا. فايش السالفه؟ انا خلص واحد. ما بقى الا الشوتجن اللي مع البدايه. الحين المنطقة دي ما فيها الا ما فيها شيء. وش السالفة؟ يا ولد والله بموت. روح يا ابوي خذ الصندوق اللي ب 2000. روح والله شكلي باخذه. هذه ايش تسوي القنبلة؟ لا 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 تلزق فيه. اوه هلا والله تعطيني اسيد. في باب هنا فراس بفتحه. مع انه معك 9000 المفروض انت تفتحه. بس اورمين. هذا يجيبنا الجهة الثانية. يجيبنا الجهة الثانية. يقرا ام الغش. في شيء اسمه كات ووك.
فراس فراس في شيء اسمه كات ووك. انا دفعت 2000 عشان افك القفل بس الحين لازم ادفع 900 اما عشان اخذ الصندوق. ضحكين عليك يا ابوي. تعال في دبل بوينت هنا. تعالوا ابوكم لابن. وينهم وينهم جو؟ والله ضحكوا عليك يا فراس، ضحكوا عليك يا رجال. في زومبي متكهرب جا. لا مو بذا. هذا ايش فيه يزحف الارض؟ ترى جيتك انا. وش في ذا معصب؟ صدق بفتح لي صندوق بجرب بغير سلاح ذا الخالق. انا ادفع وانت اللي تاخذه ثم نحن يجيني. يعطيك العافيه والله، يعطيك العافيه. جاني بثلاث طلقات خايس. بغير بغير يجيني دب. شف شف شف. في شاكوش. هلا والله. مو دب اتوقع. طبعا قفل. ليتس جو. حظي الزفت. هو هذا الدب حقهم. اما كذا شكله. اصبر وش ذا الزر؟ توكتب. ايش المفروض نسوي؟ تراب. والله شوف يا صاحبي. ما ادري ابغى اركب الدرع بس ما ادري وين القطع حقته. في شيء اسمه كات ووك. تعال نضحي ونروح نفتح. فراس فراس تعال. شيء اسمه كات ووك. الكات ووك ممر صعب مره نفتحه. تعال يلا. انت في زومبي بيجون من كل مكان. افضل حل انك تشغل السيف حقك او الالت حقك يا اخي. كيف انا معي؟ انا وراك. انا ما اقدر اسوي شيء. ابغى افعل حركه السيف حقي. والله قاعد اجلد انا. هلا والله بالمنطقه الجديده. من ذا اللي معصب؟ في ذا معصب. في واحد سولف هناك. يا طيب انت اسحب على المعصب وتجلد الزومبي. اوه كلاب. كلاب من وين جو؟ شباب 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 شباب. خلنا نتفاهم خلنا نتفاهم. وخر في واحد عضلات تدري. والله شوف شوف بفعل بفعل اني وير بت هير. ثلاثة ثلاثة فعلوا لي ثلاثة. ثلاثة حتى انا فقعت. وين وداني؟ رجعني سبون. يقلع ام الاستهبال. في شيء هنا وش اسوي؟ رجعني سبون. انا اسوي شيء. اوكي اخر يا ورع. هذا ليش جاني انا؟ سوالك تلبارت. انا سويت تليبورت لنفسي ونكبت نفسي الزبده. انا ممكن اموت خلال اي ثانيه. مو اي ثانيه. عب عب رصاص بسرعه. انا ما معي الاربع. وش جابك هنا فراس؟ اوكي انا حشرت نفسي. هذا ايش في امه يلحقني؟ قاعد يهز الشاشه وقاعد امسك فازع يا النوب. اعطانه فلوس. اجلد ذا المتخلف اللي وراي. تكفى موت؟ ما يموت؟ مشينا الكات ووك مره ثانيه. بس شكنا بنموت لانه ما عندنا. في يد تصفقني من الكات ووك. اضرب انت. والله يصفقون. ايش اللي صفقي؟ اوكي اوكي. ليتس جو. ذبحته. ذبحها يا ابوي. سيل 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 سيل. وش سيل؟ وش سيل؟ صندوق ببلاش. فاير سيل قصدك. ما ادري وين الصندوق. في صندوق هنا جنبي. الصندوق ورا. والله نرجع له. بسرعة 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 بسرعة. هلا والله. برجع له برجع له برجع له. اورمي اورمي. يقلع ام الحوسة. والله ماني عارف ايش اسوي. وش ذا؟ دي ام بار. ليكون سنايبر ذا. والله خايس يا ابوي. غير غير بس. سلاحاتنا خايسة يا عمي. والله انا برجع. وين؟ فرد. والله ضعت. بستولة اعطوني. شبي بستولة. يا اخي. راح ببلاش. راوند دوجز. تعال تعال نبي. يا اخي في قطع في قطع للدرع لازم نركبها. اصبر اصبر. والله لازم نركبها. انا من غير ذول يعطوني كفوف اللي في الممر في الكاتوك. اسحب عليهم يا عمي. الكلب حاول تبقي واحد في الاخير. ذبحت واحد هنا. راحت ذي. راح صندوق ذي. صح النوم. انت الفاير سيل يا طيب من زمان. بق زومبي. لاني قاعد احاول استكشف اشياء. ابقي انا وراي. يب انا وراي واحد. على العموم انا وراي واحد. اتوقع يموت من نفسه اذا طول. يب يب. الزبده بذبح اللي وراي انا عشان اقعد ادور. انت بلا تذبح اللي عندك انت. يا طيب شوف الحين في شيء اسمه سي دي ستريت اللي هو منطقه اتوقع للسجون. فتحتها. حلو. في عندها طاوله. أنا بدور بدور قطع للدرع. طيب قطع للدرع. قطع. ما يمدينا نط من هنا. انت طلعت فوق. طيب قطع الدرع ذي دور لها بالله. في قطعه هنا. اخذت قطعه. تدري باقي لنا الدرع بس ونركبه. في كلب وراك انت ولا لا؟ وينه طيب؟ يس. في واحد هنا اجل خلنا نذبحه. هذا بيذبحني ذا. الدرع كذا شكله كانه باب. كانه باب. باب لل لل للزنزان او شيء فهمت؟ هنا في باب. اوكي. خلنا نفتحه. انا اللي كان يلاحقني ضاع. ما ادري وين ديور. لا يكون مات. تكفى. في شيء هنا ما ادري شو. لحقني انا يا النكبه. ييب. تعال تعال شيله. تعال اسحبه بالله فكني منه.
هاي قاعد يصفق ترى بصك كف. هاي بموت. بحاول اجيك اتوقع رقم 4. اوكي المفروض 4 يجيبني عندك. اوه انت كلي ليتك. هلا والله خدت خدت. ليتس جو. كيف بالله تليبورت صفقهم. طيب ما اقدر يشيل سلاحي. اوكي اوكي تبونه كذا يعني ها تبونه كذا ها. اوه دود. اوه نو تبونه كذا. ليتس جو. تبونه كذا. تبونه شو اسمه ذاك تبونه جنجي ها. وشو والله العظيم ما ينعطون وجه والله. لا مكاني مره نكبه. اوكي مكاني مره نكبه. او او شت او شت كبار والله الريقان والله هو نافعك يا ابوي. توكل الله بس ناس تعرف تلعب. ييب يلا راح الحاج انحش بس اني وير بات هير يا عمي طلعني. طيب ما في عدد زومبي كم باقي عشان اعرف. او شت او نو لا اوكي اوكي طبعا متنا موته سيئه صراحه لاني كنت ادور الشيلد مره مركز اني ابغى القى الشيلد. الحين بنعيد مره ثانيه وما راح تشوفون من البدايه عشان ما تتفشون. راح تشوفون اول ما نلقى الشيلد ان شاء الله ونبدا نركب الدرع. اوكي نزلت نزلت تحت نزلت كتيدا سيتيدا انا في سيتيدا الحين. يبغانا الدرع صح يبغانا ندور الدرع يكون المفروض ورا البيبان. يا ورا البيبان يا مكان الثاني وين عند جماجم كذا. لقيت 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 لقيت. اه نايس يلا ندور لنا تيبل دور لنا تيبل. ها لقيته. اشوفك اشوفك اشوفك. اختفيت يقلع ام الحظ. رسبنت. بديت جيت على طن. يلا طيب نبغى طاوله نبغى طاوله. اوكي الطاوله اللي عندك. طاوله طاوله برا. اوكي اوكي خذ الكبوم تعال نصنع هذا هنا هنا صح الطاوله. يلا هنا قدام اخر شيء. يس يا رب يا رب يا رب. الله عليه. هلا والله درع تكفى. اوه صنع لي الدرع اكس عشان تركبه. سو درين لهذولي ها. ايوه خليك ضاغط اتوقع بعدين اذا سويت درين يصير عندك تشارج او حاجه في المفتاح حقك يصير تطلق على الكلب ويموت. ليتس جو. طيب كيف انشح مفتاحي. طيب كيف اضرب هنا السؤال. اوكي اوكي عرفت عرفت. اضغط كليك يمين بيشبك المفتاح في الدرع نفسه في مكسامو. بس لسه انا ما سويت تشارج واجد. اوكي اتوقع اذا شلته باقي لي شيء بسيط. يا ريتني اخذت الكلب اخير. كيف تعرف انه تشارج؟ شكل المفتاح فيك زي البيضه. لا البيضه هذا هيلث الدرع اتوقع. تدري ايش المميز فيه؟ المميز في الدرع 250 ليتس جو. المميز في الدرع انك كذا انت لابسه ورا ظهرك وزومبي ضربك ما تتدمج بالعكس يموت الزومبي. رجال خليه معي طول الوقت. خلنا نشوف. اصبر ما صار له شيء. طيب اصبر بجرب التشارج عليهم. وين الدرع حقي؟ اضغط اكس. طيب بسم الله كيف اضرب؟ الله في اشياء طلعت فوق الزبده يوم ضربت. لحظه ايش قاعد تسوي بالضبط؟ في اشياء تطلع فوق. هذا انت تصدم. اي هذا التشارج اللي اقصده. بموت الزبده. هذا مهارتي. اي احسبها تشارج. شوف شوف اختبار اختبار اختبار. ابلع ديوه والله جامد والله. شوف شكلك وانت بالدرع. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. جات جات يلا يلا جايك جايك. كبر 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 كبر. امسك القنبله يا معفنين. قنبله فيك. اي اشوى ما لا تجي. كيف نركب؟ اطلع. الو تاكسي. يلا حرك. الحمد لله زي ريتشارجنج يا متخلف قاعده تشحن ما يمدينا نروح. خذ الشاقوش. حطهم قنابل. والله يا المجزرة. يلا يلا ركب ركب. ها الزومبي راكب معنا. خله ايش خله قاعد تصفقني يا متخلف قاعد تصفقني كذي. فعل لي الذي داينج وش. قول له دمك واحد. شوف انت واحد تبي. بس هذا كان عندنا اليوم. اتمنى الفيديو عجبكم باذن الله. راح نكمل في الزومبي. واضح انه حماس فيه الغاز واشياء كثير وبرضه عشان نعلم فراس كيف يلعب زومبي. اذا عجبك الفيديو حط لايك. ما عجبك حط ديسلايك. اشترك فعل جرس تنبيهات قناه فراس تحت الديسكربشن. قاعد يشرب. السلام عليكم. We'll be right back.